الطيار يقول لها عيش صابي حكيت لهم القصة إن عاش لها الجن. لما وصلت إلى المرحلة بعد نفاقت حكت بالقصة إن شلوها الجن من مكان كذا إلى ضاحت كذا وحصل لهم كذا كذا وبالقرآن قيدا إلى الدنيا من أيام الجن من وقت الجن. إيش اللي حصل بعدها؟ أبوها مصيب بجدر من مات. البنت الآن موجودة مع اثنتين بنات وقادرة تحكي باللي حصل واشتهرت هذه القصة بشكل كبير. يعني أن الجن في منهم واقعين وفي من أقوى منهم الجان وفي منهم أقوى من الجان المردة. في ناس منهم صالحين في ناس غير صالحين. يعني على سبيل المثال قد يتلبس الجن بإنسان ما يستطيع يسمع أي إنسان يكون مبوش يكون مرض دائما مريض. يجي واحد شيخ قارئ من القرآن يقرأ فوق القرآن يخرج الجني يخلي الجني يصيح قدامك وأنت تسمعه يصيح ويمسك ويقول اخرج اخرج لو ما يخرجه أمامك. أنا بالإمكان أوديك المكان عند شيخ يخرج الجن تسمع صوت الجني لكن ما تشوفه. في أشياء تحصل ما يستطيع الإنسان في الواقع إنه حقيقي. لكن اللي دائما يعاشر الشيء هذا ويتلمسه يشوف اشياء ما تخيلها العقل. يعني صحيح ولا لا؟ بعض البيوت السكنيه اللي قديمه مهجوره يسكن فيها الجن. لكن يجوا ناس علماء حفظ القران يقرأوا القران يعملوا حضره من القران وغيره يطرد لك الجن من البيت هذا ويسكن ابن ادم فيه.